الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد إن شاء الله مع حياة الصحابة. النهاردة معانا صحابي جميل، برضه احتكاكنا بيه خفيف، هنعمق النهاردة في تفاصيل حياته ونعرف حاجات كتيرة عنه يعني. فمين هنا أصلا عارف يعني من أولها كده، حد عارف أبو طلحة الأنصاري صحابي النهاردة؟ يعني عشان نعرف إحنا واقفين فين. سمعت عن الاسم ده قبل كده؟ دي أول مع الأول أول سؤال يعني. طيب، فاللي مش عارف مش مشكلة، لأن هو هيعرف النهاردة، هو ده هدف أصلا حضور السلسلة دي، فمفيش مشكلة. فخير، تعالوا نتعمق في الموضوع. أولا عايز أقول حاجة، أبو طلحة ده مش معنى كده إنه اسم ابنه طلحة، ساعات كده وساعات بيبقى هو لقب او كنيه يعني. ف يعني ابو بكر ما كانش عنده ابن اسمه بكر، خلاص هي بتبقى كنيه يعني. ولكن ساعات برضو مثلا ابو الدرداء هي بنته كان اسمها الدرداء، فبرضو يعني ايه، هي كده كده خلاص. هو اصلا اسمه زيد ابن سهل، زيد ابن سهل، اسم سهل في النطق، زيد الزين والسين سهل، حسوا اسمه ايه، سلس، زيد ابن سهل. وطبعا من اسمه من الانصار. وكوصف كان ادم، ادم يعني اسمر مربوعا. يعني ايه مربوع يا جماعه؟ المربوع اللي هو يعني قصير شويه مدملك شويه، عارفين الشخص ده يعني، في طويل ورفيع وفي عادي وفي برضه يميل للقصر وايه وجسمه عريض كده، فهو ده كان مربوع. وكان صيتا يعني صوته عالي، وكان جلدا يعني في كده قوة، في كده صلابة. ملاحظين الشخصية، فاهمين الطول ده مع الجسم ده مع الصوت ده مع الطريقة دي، مع إن اسمه زيد بن سهل. يعني هو الاسم تحسه إيه، مخالف شوية أو مش ماشي مع الوصف والشخصية اللي هتشوفوها. وكان لا يخضب يعني دقنه، ما كانش بيحنها أو كانش بيلونها، كان يسيبها بيضة. الصحابة كانوا كده على فكرة، يعني في منهم بيلون دقنه بالحنة يعني وبالزيوت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدمها، في منهم لأ. واصلا كانوا مختلفين، كان الصحابه نفسهم مختلفين، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب ولا لا، في منهم شافه وفي منهم كان فاكرها على طول يعني. فحته يخطب دي هتلاقيها كتير في وصف الصحابه بالذات، يعني يقول لك ده كان بيخطب، ده كان، اشمعنى دي يا جماعه؟ هو برضو وصف من اوصاف الشكل والالوان، لان كلهم كانوا ملتحين، اللي يعني اللي بينبت يعني لحيته يعني. فده ابو طلحه الانصاري. ابو طلحه الانصاري يا جماعه مش صحابي عادي ومش انصاري عادي، خلي بالك. ده اولا شهد البيعه، شهد بيعه العقبه، يعني من اوائل المسلمين اللي اسلموا من الانصار، اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكه وبايعوه، وبعد كده على السمع والطاعه في المكره وفي المنشط، وعلى النفقه في العسر واليسر، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واولادكم، بايعوه. وكان منهم من ال 72 ابو طلحه الانصاري، بل هو مش اي حد حتى من دول. يعني احنا عارفين انه النبي صلى الله عليه وسلم ال 72 دول قام اختار 12 واحد منهم، وهو اللي خلاهم نقباء عليهم وعينهم عليهم، ده دول اهم 12 واحد في الانصار. كان منهم ابو طلحه الانصاري، كان منهم ابو طلحه الانصاري. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو والصحابه والمهاجرين، طبعا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين كل مهاجري وانصاري، وانت مع ده وانت مع ده وانت مع ده. فابو طلحه كان مع مين؟ احنا بنقول ده مش من اهم يعني، ده واحد مهم قوي، واحد ليه قيمه قوي. فتفتكر لازم يبقى مع مين؟ لازم يبقى واحد ليه قيمه قوي. فكان مع سيدنا ابو عبيده، احد العشر المبشرين من الجنه، امين الامه يعني. فده كان اخوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو طلحه كان معاه في كل المواطن. يعني ايه في كل المواطن؟ لو تسمع الجمله دي افهم ان قصدهم بيها المعارك والغزوات من اول بدر، ومعاه في كل المواطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على أبو طلحة حاجة تخليك تبقى عارف إن هو مميز في الجهاد وفي الغزوات، وهنتكلم عن شجاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. هي مش هو مش قصده إن صوته أعلى من 1000 راجل، هو قصده الأثر اللي صوته بيعمله لما يحمس الجيش، لما يعرفوا انه موجود، لما يسمعوه. سيدنا ابو طلحه تاثيره في المجاهدين
بيعمل في الناس كأن 1000 واحد عملوا في الناس. هو عايزك تعرف حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول الكلام ده، مش مبالغات ومش زينا، اللي هو ده أحلى سندوتش كلته، هو سندوتش عادي، هو مش كده، هو ما بيعملش كده، هو بيقول بجد، هو بيتكلم بحق. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ولا يكذب ولا بيقول الكلام اللي حقيقي. فلما تعرف انه بيقول على واحد ده، لو معاك في معركة كأن معاك 1000 واحد، تحس بقى ان لا، احنا الموضوع كبر. ابو طلحة كبر قوي بعد ما عرفت انه من الانصار ومن اعظم الانصار ومن النقباء، اكتشفت ان هو من اعظم المجاهدين، من اعظم اللي يبقوا معاك في الجيش. وعايز احكي لك على حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها معاه، ونسال سؤال اشمعنى ونجاوب عليه. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحلق شعره. سيدنا انس اللي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه بدأ بشق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله أبو طلحة اداله شعره، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حلق شقه الأيسر وقسمه بين الناس، اداله نص والناس كلها نص. ولازم تبقوا فاهمين حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني نبي، فالتبرك بيه وبأي حاجة ليها علاقة بيه ده حاجة، ده عبادة، وده حاجة، ده حاجة عظيمة قوي. أصحابك كانوا بيجروا على ده، يعني اللي يجري على أي حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان معاه عصاية، راح عبد الله بن أنيس والنبي صلى الله عليه وسلم قال له خد العصاية دي، أخدها منك، معاه عصاية النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بركة هي كده. وكان لابس النبي صلى الله عليه وسلم بردة، واحد قاعد يبص له عشان يديها له عشان يبقى معاه بردة النبي صلى الله عليه وسلم يتكفن بيها. ده أصحابك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ، المية اللي بتقعد يقعدوا ياخدوها ويقعدوا يتبركوا بيها. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه فيه بركه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم على الناس شويه، وادى ابو طلحه لوحده. طب ليه؟ هو ده بقى، هو ده السؤال اللي انا ايه، تعال اقول لك ليه. خلي بالك، مفيش ضربه حظ، مفيش حاجه اسمها صدفه، مفيش الفهلوه بتاعتنا دي اللي هو انا مش هذاكر وهظبطها في الامتحان، دي ما حصلتش مع الصحابه في سيرهم لربنا وفي المناقب اللي خدوها. سمعنا عن سيدنا سلمان عمل ايه عشان ياخد ايه؟ اي صحابي هتسمع عنه خد ايه؟ عمل ايه؟ او عمل ايه فخد ايه؟ ما ينفعش، هي كده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تعال اوريك اللي حصل، تعال اوريك اللي عمل. هو اسلم ازاي؟ ده اول سؤال. يعني احنا متعودين دول الانصار ودول البيعه، يبقى اذا سيدنا مصعب راح فدعاهم فاسلموا. لا، ابو طلحه مش كده. ابو طلحه قصته رهيبه. عايزك تركز في حاجة عشان تفهم العيلة دي. سيدنا أنس بن مالك اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه اسمها أم سليم، ومعروفة بحاجة تانية، لو اللي يعرف يكتب كده عشان نشوف الناس مستوياتها أخبارها إيه. طيب، جوزها اللي هو أبو سيدنا أنس مات، حلو، فمين اللي راح يخطبها؟ أبو طلحة الأنصاري، ماشي، اللي كتب الرومايساء، ماشي، طب الرومايساء ولا الغميساء بالغين، عين غين، بالره ولا بالغين؟ ما تروحوش تدوروا في الشيخ جوجل. ها، طيب، هي الاثنين، عمد الاثنين. احب انا الناس اللي هي ايه مركزة كده وبتجاوب على الأسئلة، وما بحبش اللي يسأل أسئلة في الدرس ملهاش علاقة بيه، او اللي يحرق الدرس على الناس مثلا، عارفين، او اللي ما اعرفش، حد يسال سؤال فالتاني يرد عليه، يا عم انت بترد عليه ليه، انت في درس. فبحب الناس اللي مركزه. فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الرميساء او الغميساء، ولقبها ام سليم، وهي دي ام انس بن مالك. جوزها مات، فابو طلحه راح يخطبها، فكانت أسلمت، كانت أسلمت خلاص لما سيدنا مصعب راح، هي من اللي أسلموا في الأول. قالت يا أبو طلحة والله ما مثلك يرد. يعني هي في الأول بتقول له والله أنا لو أنا بصراحة عايز أوافق، يعني أنت واحد ما يتردش، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، أنا الدين اللي أنا عليه دلوقتي بيحرم إن أنا أتجوز واحد كافر. وبكل بساطة يا جماعة عشان نفهم دي، دايما الراجل هو اللي ايه، هو اللي بيقود
هو اللي هو اللي هو القوامة، انتوا عارفين طبعا، وهو اللي ليه اليد العليا، والمرأة هي الأضعف، وهي اللي بتطيع الراجل، وهي اللي بتسمع. فالإسلام ما حطش المرأة في الموقف ده إن هي تتجوز كافر عشان هيأثر عليها. فاهمين الفكرة؟ طبعا ده مش في العموم، يعني ده مش كل ده في العموم، قصدي ده مش كل الحالات. ممكن تبقى واحدة ست هي اللي بتنصح جوزها، وهي اللي هو بيسمع كلام، ده بيحصل وعادي، ما عنديش مشكلة في اختلاف الشخصيات. بس الأغلب إن الرجالة هي الإيه؟ والست بتسمع جوزها وبتشوف رأيه إيه، وهو اللي يقول، وهو اللي أحسن، وهو اللي فاهم. فالإسلام حمل المرأة المسلمة من إن هي تفقد إسلامها، إن هي تتجوزش كافر، لأن جوازها من الكافر مع الوقت الكافر ده يأثر على عموم المسلمات، يأثر. فلا، والعكس، أباح للراجل المسلم إنه يتجوز، بس مش الكافرة، إنه يتجوز، أو يعني الكافرة بس مش الكفر اللي هو الشرك بالله والإلحاد والأصنام، اللي هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، اللي هم برضو جزء من الكفر. بس ليه؟ لأن الراجل نسى نفس اللي إحنا قلناه، الراجل ده ممكن يأثر عليها كمان شوية، وهي تحن وتقبل وتلين فتسلم. فخلي بالك، الإسلام بيفكر بعمق وحكم إحنا بنوصل لها بصعوبة، وبالعافية بنكتشفها، ولما بنكتشفها بنقول الله الحكيم الرحيم. فقالت: ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري. بصوا، أنا عاجبني أوي الموضوع ده، أم سليم عايزة تتجوزه. يعني ما راحتش قالت له لا شكرا، قالت له انا لو عليا عايز اتجوز بكل وضوح، بس انا ما ينفعش اتجوز، فان تسلم فذاك مهري وما اسالك غيره. يعني لو اسلمت ده مهري، وانا مش عايزه حاجه تاني، وساعتها نتجوز. فاسلم فكان ذلك مهرها. انا عاجبني قوي في ام سليم على فكره. ام سليم دي من اعظم الصحابيات من وجهه نظري، ولو عملت عليها يعني ايه درس مش هخلص يعني والله. بس انا الموقف ده بالذات يا جماعه، معلش، بالذات الموقف ده بتاع ولد وبنت بيحبوا بعض، ولد صاحب بنت، بنت صاحبه ولد، ولد معجب بنت، انت دلوقتي في حاجه اسمها بس ديني بيقول لي ما ينفعش العلاقه دي. هو ده اللي ام سليم عملته. ديني بيقول لي الشخص ده ما ينفعكش، وهو كده لازم تبعد عنه، لازم تسيبه. لو هو اتغير ماشي، لو هو ما اتغيرش خلاص خلصت. انا اهم حاجه يعني انا عايزاك، بس ديني اهم من عندي منك مليون مره، بقاطع بشكل قاطع الموضوع خلصان. وانا عايزاك، يعني انا مش بقول ان انا مش عايز اتجوزك، ام سليم كده، بس لو انت ما اتغيرتش انا موضوعي خلص، حتى لو عايزاك. انا عايزين ده يا جماعه يبقى عند المسلمين. ليه؟ لانه اللي بيحصل انه الاثنين بيبقوا ماشيين غلط، وبعد كده واحد بيقرر يتغير ويلتزم، فبيتدبس انه في علاقه مع حد ما ينفع، اصلا العلاقه غلط. هو من الاول لازم يقول له انا عايز ان احنا نتجوز بس بما يرضي ربنا. فمبدئيا كده احنا عشان نرضي ربنا انا لازم اعيش بعبده وانت تعيش بتعبده، وبعدين احنا اصلا علاقتنا دي ما تنفعش كده، فهنحطها كده بوز ونحطها في الفريزر لحد ما الموضوع يسمح انه يبقى شرعي. طب خلاص انا وافقت، خلاص ربنا يبارك لكم في توبتكم، ربنا يبارك لكم في توبتكم. لا انا مش عايز، انا مش عايز كده، لا انا عايز اتغير، او انا مش عايز ابعد واسيبك وعايز افضل في العلاقه الغلط دي. خلاص للاسف هضحي بيك، وانا وانت عليا عزيز، بس هضحي بيك لان في اعز منك، بشكل قاطع يعني، بشكل واضح، بشكل صريح. يعني مش هو بيقول لك كده، يعني يا الدين، لا الدين. طب انا عايز الاثنين، انا ما قلتلكش لا، ام سليم ما قالتش لا، بس هو فيه ان انا برضو الدين، يا انت والدين يا الدين. تعرفوا تبقوا كده يا جماعه، مهم جدا جدا، ان مش هتبقى كده هتخسر دينك. خلصنا كده، اقفل الدرس وملهاش لازمه. ام سليم جدعه قوي، قويه قوي، واضحه قوي. تعالى بقى ارجع واقول لك، تعالى نشوف بس، احنا بنتكلم على واحد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز ارجع للموقف، ما تكروتناش الموقف بتاع الشعر ده. النبي صلى الله عليه وسلم ليه هو صوته بألف رجل؟ وعايز اقول لك انه في غزوه حنين، هنتكلم على بطل جبار، قتل 20 رجل. 20 ده كتير قوي، عشان بس تبقى فاهم، في عرف الجهاد يعني الحاجات دي بس بتاعت سيدنا حمزه وخالد بن الوليد. 20 رجل، انت عارف يعني ايه 20؟ هو لسه بنقول واحد بألف، هو لحد دلوقتي في غزوة حنين هو ب 20 واحد. عشان كده تفهموا، لو في من ابو طلحه
والجيش اللي قدهم قدهم 20 مرة. فهمتوا؟ فهمتوا؟ يعني إيه؟ يعني إيه قدهم 20 مرة؟ يعني يا جماعة لو جيش مثلا لما تسمع مثلا في الغزوة إنه الجيش 20 200 ألف قصاد إيه؟ 10,000. هو ده الجيش قده 20 مرة. أيوه لو فيهم ناس زي أبو طلحة خلاص ما تقلقش. هو طبعا النسبة كبيرة بس يعني أنا قصدي الفكرة بالجودة، جودة المجاهد هي كده في الحروب. يعني لو انت عندك لو عندك 10,000 واحد زي سيدنا حمزة وزي سيدنا خالد بن الوليد مش محتاجين بقى يعني فاهمين 10,000 من دول يقوموا بالعالم كله. هي ماشية كده، هو الجهاد كده. فأبو طلحة كان كده. بس الموقف اللي انا عارف اللي انا اشوف انه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يفوته له ولازم يشكره عليه ويجازيه عليه هو غزوة أحد. في غزوة أحد أنس بن مالك بيحكي يعني إنه سيدنا أبو طلحة كان واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم مبدئيا، وكان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو واقف جنبه وعمال يرمي بالسهام. وكان رامي يعني. لما بقى الناس انهزمت ورجعت الصحابه، في صحابه جريوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طلحه كان من اللي وقفوا. وكان مجوب عليه بحجفه ترس، يعني كان معاه ترس كده عمال يعملوا كده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا راميا. فكان الرجل يمر ومعه النبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه يقول له ايه انثرها لابي طلحه، يعني حطها له جنبه، ما ترميش انت، خليه هو اللي يرمي هو احسن منك. ويقعد ابو طلحه يرمي عليهم بالنبل. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يقوم يشرف كده يبص هو النبل ده بيروح فين، عايز يشوف مين اللي يعني النبل ده بينظر الى القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يدفعه في سيدنا ابو طلحه، يدفعه في صدره، يقوم زقه كده في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده هو بيعمل كده ليه؟ يقول له ايه؟ يقول له يا نبي الله بابي وانت امي لا تشرف، ما تطلعش راسك، لا يصيبك سهم من سهام القوم. وكان يتطول بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحري، نحري دون نحرك. هو ده عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف والله لو اتشقلبنا خلاص. يعني بصوا احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وعايز اروح للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد. السيرة دي أنا يا رسول الله عملت السيرة، عمل إن شاء الله يبقى عند ربنا كبير. بس دلوقتي بنتكلم على حاجة لأبو طلحة تحس إن هي مسحت ده بإيه؟ بلاستيك. ده أنا قعدت أتكلم شوية وأصور بكاميرا وفي واحد كتب كتاب، في واحد ربى دقن، وفي واحد بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم، في واحد بيصلي السنن. انا هو ده اخرنا يعني. وانا برضو انا مش هحمل نفسي، ما انا اعمل ايه تاني؟ ودي اعمال كبيره عند ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم نقول له بيها كنا بنسعى بيها لان احنا ننصرك ونعبر ليك عن حبنا صراحه، ده ايماننا، وبنعمل الاعمال دي ان شاء الله بالنيه دي. بس ابو طلحه عمل اللي احنا عمرنا ما هنعرف نقفله خلاص. ابو طلحه الناس بتجري جوه الحرب، قام واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي يرمي النبل نبله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انثروها لابي طلحه خليه هو يرمي، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يدفعه في صدره ويقول له اوعى اوعى تطلع راسك، انا هبص انا، ويقول له نحري دون نحرك يا رسول الله. حاجه رهيبه يعني. فده ابو طلحه في الجهاد. بس كعاده الصحابه او كعاده الجامدين قوي اللي في الصحابه كانوا يا جماعه مقفلين اللعب كلها. ما تلاقيش صحابي ده مثلا كويس في حاجه لا هتلاقيه كويس في هنا وهنا وهنا وهنا. الصحابه الجامدين على فكره، في صحابه متخصصين، ابن عباس تفسير، ابن مسعود قراءات كده، يعني في صحابه كده هو متخصص في حته ليه بابه، سيدنا خالد بن الوليد في الجهاد هو كده، سيدنا علي في الفقه والقضاء. الصحابي متخصص في الباب ده مفيش زيه في الباب ده في الصحابة.
بس كان في النوع التاني اللي من الصحابه اللي انا قصدي عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو في العباده تلاقيه، وفي العلم تلاقيه، وفي الدعوه تلاقيه، وفي الجهاد تلاقيه، وفي الادب تلاقيه، وفي الاخلاق تلاقيه، اللي هو سيدنا ابو بكر، اللي عارفينه سيدنا ابو بكر، اللي هو ايه؟ من اصبح منكم صائما؟ انا يا رسول الله. من عاد منكم مريضا؟ انا يا رسول الله. من اطعم منكم مسكينا؟ انا يا رسول الله. يا سيدنا ابو بكر، اللي هو سيدنا عمر يقول كل ما اروح اسبقه الاقيه سبقني، فمش عارف اسبقه خلاص. ما بي ما في ما بي بي بيرمي في سهم في كل حته. هو ده سيدنا ابو طلحه، كان من الناس دي. ده ان احنا اتكلمنا عن جهاده وشجاعته، حلو قوي. لا تعالوا بقى ايه، تعالوا نشوف تعالوا نشوف سيدنا ابو طلحه في العباده. وكان مركز في عباده سيدنا ابو طلحه، وزي ما بقول لك تخصص فيها وقفلها. عباده ايه؟ عباده الصوم. فانس بن مالك، فاكرين مين انس بن مالك؟ لسه قايلين طبعا، ده هو ما خلاص متجوز امه، فيعرف اخبار تفاصيل عن ابو طلحه. فمش فكره ان هو سيدنا انس، انا دلوقتي بتكلم عن انس بن مالك اللي امه متجوزه ابو طلحه، فلما بيقول خبر عن ابو طلحه ده حد من اهله خلاص. فقال: كان لا يفطر الا في سفر او مرض. مش بقى بيصوم ويوم ويوم، لا، يعني كان بيسرد الصوم. قال انس بن مالك: سرد الصوم بعد رسول الله 40 سنة. يعني ايه بعد رسول الله؟ يعني هو بقى الصيام عنده بقى تماما، مفيش يوم بيفوته بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات. بالذات هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انا حسيت ان هو بعد الجهاد، يعني حسيت ان هو بعد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هو قال لك: انا ايه بقى، انا عايز اركز في عبادة تانية. فتح في الصوم. سيدنا انس بيقول لك قعد 40 سنة كده، يعني تقريبا لحد ما مات، وما كانش بيصوم، ما كانش بيفطر، قال لك إلا في سفر أو مرض. تخيل، يعني اللي هو مثلا، مش عايز هقول مثلا، يعني السنة 360 يوم، بيصوم مثلا 300 يوم. يعني فاهمين يا جماعة كمية الصوم اللي بيصومه؟ الموضوع ده على فكرة احنا عايزين، انا مش بس دلوقتي انا عايز اقول يلا نصوم، اللي يا جماعة اللي فتح له باب في العبادة دي ما يقفلوش. اللي بيصوم اثنين وخميس، وفي اللي بيصوم، يعني بصوا يا جماعة ناخدها من الأول، عايزين نصوم. طب انا هصوم يوم في الشهر، حلو، برافو عليك. انا هصوم يومين، رائع. انا هصوم كل خميس، حلو. انا هصوم اثنين وخميس، اجمد طبعا بصراحه. انا هصوم اثنين وخميس و13 و14 و15، ده يعني مثالي. وفي بقى محترف الصوم، في اللي هو انا داخل الجنه بسبب دي، انا بعمل حاجات كتير بس دي، هو ده الموضوع، ده العقد بتاع الجنه، باب الريان. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ما بصوا يا جماعه، هو انا ما اعرفش غير انه صايم، عارفين؟ اللي هو كده زي ابو طلحه ده. يعني اللي بيصوم 13 و14 و15 واثنين وخميس، ده بيصوم 11 يوم. لا، التاني بيصوم قده مرتين على، يعني فاهمين الفكره؟ فده واحد مركز في الصوم. فدي عباده ابو طلحه. فنستفيد ايه؟ اولا نفتح موضوع الصوم ده، حتى لو يوم في الاسبوع، يومين في الشهر، افتح موضوع الصوم ده. تاني حاجة، حاول ان انت تقفل عبادة، تقفل باب عبادة ما اعرفش ايه هي. يعني ممكن يبقى الذكر، على فكرة بقول لكم، هو في ناس كانت مقفلة كده، يعني يذكر عن، انا هديكوا بقى ايه، هديكوا السقف اللي هو اللي فوق خالص ده، عمرك ما هتجيبه. يذكر عن زين العابدين، وده حفيد سيدنا علي بن ابي طالب، زين العابدين. فده كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم، 1000 ركعة في اليوم. سيدنا أبو هريرة قال، بيقول: أنا ورد الاستغفار بتاعي 12000 في اليوم. سيدنا عثمان كان بيصلي الوتر، مش كل يوم يعني، سيدنا عثمان كان بيصلي، كان بيختم القرآن في ركعة الوتر، كان يصلي بعد العشاء كده ويختم القرآن في ركعة الوتر. وعارفين كلنا سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل معاه لانه يختم القران كل 3 ايام، وانه يصوم يوم او يوم لا. دي ناس، يعني دي ناس
يعني دول جابوا اخر الموضوع. انا بقى بقول لك انت على قدك، هات اخر هات اخر موضوع مش عارف ايه هو. انا مش لازم احدده لك. ممكن تبقى انت هتبقى محترف دعاء، انا بدعي كل يوم نص ساعه. انا حاجه دي مش متخيل ان في حد هنا بيعمل كده. انا بذكر كل يوم 1000 2000 3 4 5، ده العادي بتاعي. انا بختم القران كل شهر على الاقل مره مرتين. واحد محترف في حاجه، انا بصوم 2 وخميس 13 و 10 15، انا دي حتتي دي لعبتي ده بابي. انا حسيت كده من ابو طلحه ان هو، انا كنت فاكره هيبقى بابه الجهاد، وانا بقرا كده اكتشفت انه بابه الصوم. هو طبعا بابه الاثنين، بس خد بقى اللي جايه دي عشان تقول لي هو انهي بابه بقى بعد دي. ابو طلحه في اللي جايه دي هيعمل ايه بقى؟ هيعمل حاجه عارفين يا جماعه بيسموها ايه؟ كويك وين، مكسب سريع. عارف لما يبقى في واحد بيعمل مشروع، هو ده اللي عمله في الصوم هو، ها؟ واحد بيعمل مشروع وبنى حاجه وفتح فروع وعمال يكسب وعمال يدخل وعمال يخرج، فبالتالي ال 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 ده هو اللي عمله في الصوم، حاجه طويله المدى مكمل فيها. والكويك وين ده بقى اللي هو صاحبنا بتاع الشغل بتاع المشروع ده، لا جاله واحد يقول له بقول لك ايه، انا عندي بضاعه هاخد منك كذا، هنشتري هنبيع كمان اسبوع، خلصت الصفقه خلصت. قال له يلا وبتاع، قام طالع بمكسب كده بسرعه سريع. ده برضو لازم تبقى عندك، اللي هو ايه؟ اللي هو يا جماعه بكره صيام يوم عرفه، فده بيغفر سنه قبله خلاص. حلوه دي، هو ده خبطه كده، دي موجوده في الشرع، في الصيام موجود حتى في عاشوراء في عرفه، ليله القدر. في ناس محترفه. طب انا بس عشان لفت نظري، انا لا برد على حد وانا بشرح، ولا عايز حد يقطعني وانا بشرح، ولا عايز حد يرد على اللي بيرده. يا جماعه ما حدش، على فكره ممكن اقفل الشات عادي جدا وما حدش يكتب خالص، بس احنا ما بنحبش الطريقه دي عشان اللي عنده سؤال مهم. بس في نفس الوقت يا جماعه ركزوا في الدرس، انا هقولها بايه وانا فاتحك اهو، ماشي؟ بس الادب في الاتباع، يعني انتوا تسمعوا الكلام اللي انا بقوله ده الادب، ماشي؟ ما حدش يكتب حاجه من اول دلوقتي حالا في الشات، تمام؟ اللي عايز يسال سؤال ليه علاقه، ومش سؤال يحرق لنا بيه يقول لك ابو طلحه مش ده فلان، طب ما انت حرقت الدرس يا عم اهدى بس. اللي عنده سؤال يسال، لو انا جاوبت هجاوب، لو انا جاوبتش صباح الفل، عشان بس انتوا عارفين وقت ايه؟ وقتنا يعني. انا بقى على فكره انا اصلا ما بتضايقش من ده، يعني انا اصلا ممكن ما ابصش واقعد اكتبه، بس انا ببقى عايز الناس تبقى يا جماعه. الصحابه قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدثهم فبيقولوا كنا نجلس كان على رؤوسنا الطير، فهمتوا؟ الطير ده يا جماعه انت لو عملت كده هيجري هيطير. فهو بيقول لك انا ببقى متسمر في مكاني وعيني وداني، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قاعد ما بيتحركش، مش قاعد بيكتب والتاني يرد. يا جماعه اوعى الشيطان يضيع منك الفرصه الصغيره دي بتاعت النص ساعه دي عشان شويه ايمان بنحاول نبنيهم. عشان كده بنبه، انما انا مش متضايق ولا شايف يعني من انتوا، يعني ما حدش عمل حاجه غلط يعني، بس الاولى يا جماعه ده كفايه انه الدرس يا جماعه من ورا الشاشه، وفي ناس قاعده دلوقتي ومريحه، وفي واحد موبايله وفي واحد نور، يعني كفايه مش ناقصين. اصلي على النبي. وده مش عشان الدرس ده، لا عشان اي درس بعد كده، ماشي؟ ومش معايا يعني. فتعالوا نرجع لموضوعنا. شفتوا بقى احنا ايه؟ برضو في حد كتب، انا ما شفتش بس انا في حد طلع لي انه ما حدش يكتب، قلت الادب في الاتباع يا شباب، الادب في الاتباع. جميله الجمله دي، ان انا ممكن ابقى فاكر الادب حاجه وبعد كده هو يقول لي لا ما تعملش كده، فانك تقول له حاضر وتسمع كلامه وهو ده الادب، مش اللي انت يعني حاجه كده شيخ كبير قالها، يعني اللي قالها الشيخ الالباني رضي الله عنه الله يرحمه يا رب. طيب نرجع للموقف اللي انا عايز اقوله، وهو الكويك وين، المكسب السريع. لازم يبقى عندك في الدين زي ما قلنا من شويه، خلاص انا هدور على باب احاول افتح فيه واسبق فيه واكبر فيه، بس في فرص بتعدي كده، الفرص دي على طول ايه؟ حاول على طول تشارك فيها. يعني بقول لك ايه، في حد مزنوق وبنلم كذا وبنعمل، خلاص انا هطلع 50 جنيه وانا معاكم، تقوم ايه؟ تقوم داخل على طول كده، فاهم؟ ده بكره بيقولوا في صلاه كسوف في كذا، تقوم داخل على طول فيها كده.
حد يكلمك بيقول لك انا محتاج تقف جنبي في موقف، ده موقف لقطه. المواقف اللقطه دي ليه؟ في واحد فيها لو لبس معاك ممكن يبقى لوحده وخلاص اصلا بيدخل الجنه. فشوف كده ايه اللي حصل مع سيدنا ابو طلحه. كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل. الله، ده احنا طلعنا بنتكلم عن واحد غني. سبحان الله، ربنا يفتح عليه. وفي ناس فاكره ان الصحابه كانوا فقراء، بس مش فاهمين دول فيهم فقراء وفيهم اغنياء، زي ما اي ناس فيهم فقراء وفيهم اغنياء، مفيش حاجه اسمها يعني اللي كانوا فقراء بس او كانوا اغنياء بس، هي كانوا كده وكده عادي يعني. كان ابو طلحه اكثر الناس مدينه مالا من نخل، اراضي فيها نخل. وكان احب امواله يعني اراضيه اليه بيرحاء، اسمها كده الارض اسمها بيرحاء، كان بيحبها قوي وكانت تطلع له فلوسه كتيره وجميله. وكانت مستقبله المسجد، المسجد اهو والارض اهي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعدي عليها كل فوق ويشرب. فلما نزلت الايه قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، احنا لسه قايلين احب امواله يا بيرحاء. قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقه لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله. شوف بقى انت اللي بيطلع منها عايز تديه لمين، خلاص هي بقت صدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن. الله، بخن دي مع حاجه تعبير كده عن الفرحه والسرور، يعني ايه ده؟ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت، يعني انا سمعت، انا فهمت ان انت بتقول لي احطها في الحته اللي انا عايزها واعمل كذا. فقال له اني ارى ان تجعلها في الاقربين، يعني خلاص انت هتصدلها صدقه بس وزع على قرايبك، دي احسن صدقه. قال ابو طلحه افعل يا رسول الله، فقسمها، قسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه. فشوف التفاعل مع القران، شوف رد الفعل السريع، شوف ضربه زي ما اقول لك ايه على طول تك تك. ودي زي ما اقول لك انت تسمع درس يقول لك في حديث بيقول لو قلت كذا في ذكرى يا جماعه عايزين تقوم على طول نطت عليه كده، جه ما جاش ما تعرفش اصلا، بس يبقى اسمك ايه ضربت بسهم بقى هنا، يعني عارف تضرب 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 تضرب، وبتبقى حاجات كده بقول لك مره واحده، وبتبقى ممكن مش حاجه ايه مش ممكن ما تبقاش فيها مجهود، يعني ممكن ما تبقاش هتاخد وقت ممكن، بس هي مساله سبقك بيع وكاش. عارفين الحديث ده؟ قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم ناس وقال دول هيخشوا الجنه وهيحصل فيهم كذا وهيخشوا الجنه بدون حساب ولا سابق عذاب، من غير حساب. قال عكاشة ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم. قام جه واحد ثاني قال له وانا كمان يا رسول الله، قال له لا خلاص سبقك بيع عكاشة، ما انت لاحظت انك لازم تقول لما عرفت انه هو الراجل سريع جدا، مش لسه يقعد يفكر اقول وما اقولش، طب ولا حصل على طول. تسمع واحد بيقول لك حديث كذا 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 في قيام الليل تقوم تصلي قيام خلاص، حتى لو مش هتصلي ثاني مش موضوعنا دلوقتي، موضوعي في اللحظه دي. ده اللي ابو طلحه عمله، جه في الصيام سرد، وجه في الانفاق في مره كده حصل له موقف قام طالع على طول، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عشان كده عايزك تطبق يلا يلا يا جماعه تعالوا نعملها. طيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لبسك بس. وصلت الرساله، تفتح الدولاب وتطلع حاجه انت بتحبها. ماما وزعي دي او انا هوزع دي، مش ماما وزعي دي خلاص دي ملهاش اي تلاته لازمه ومش عايزها ومش فاكرها، لا مما تحبون. افتح كده دولابك الجميل، افتح دولابك الجميل، مش لازم يعني بص مش لازم يعني. ابو طلحه عمل ايه؟ وزع احب ماله. فاقول لكم حاجه عشان ابقى بغششك يعني، قول هو اللي قال اختار اكتر خمسه بتحبهم وطلع واحد. اصل احب دي والله والله طب اللي يعرف يطلعها يطلعها، هو كده احنا بتوع دنيا بس عايزين نعمل حاجه. فده ابو طلحه الجميل اللي اسلم، تخيلوا يعني اسلم بسهوله ويسر، وكان مجاهد عظيم وليه موقف رهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليه موقف كبير مع الانفاق، وليه باب ضخم في الصيام.
فالواحد مش عارف. وطبعا كان من النقباء وكان من الانصار الاوائل المسلمين، وكان ممن شهدوا البيعه، اللي كعب بن مالك قال، كعب بن مالك قال انا ما رحتش بدر بس انا شهدت البيعه ودي عندي احسن من دي بكتير. هو كان قصده بيعه الرضوان. ففي ناس بالنسبه لهم كده البيعه دي، والبيعه عظم، حاجه عظيمه. فابو طلحه عملت ايه؟ يعني انا عمال اقول عنك حاجات انا نفسي والله يتكتب لي في صحيفتي واحده بس منها، يعني ومش عايز اي حاجه تانيه من الدنيا. فايه كل ده؟ فتعالى اقول لك بقى مات ازاي. هو فعلا في روايتين يعني مختلفين، يا مات كده يا مات كده، بس انا حبيت اقولهم هما الاثنين، لانه الاثنين يعني ما فيش مختلفين دي ولا دي. يعني في ناس قالوا انه مات في خلافة سيدنا عثمان في المدينة، يعني مات عادي موتة طبيعية وكان عنده 70 سنة وصلى عليه سيدنا عثمان. انما في رواية تانية والحديث برضه صحيح، فانا مش عارف برضه ايه. هنقول الاثنين ونستفيد منهم، يعني انه مات وهو رايح يجاهد. مين اللي بيحكيها بقى؟ ليه الرواية دي؟ ليه الرواية دي؟ يعني برضه عشان اللي بيحكيها انس بن مالك برضه، فحديث صحيح عن سيدنا انس، فالمفروض يعني فاهمين؟ فالله اعلم يعني بصحه انهي روايه. فانس بن مالك قال انه ابو طلحه قرا سوره براءه، سوره التوبه، فاتى على الايه اللي بتقول انفروا خفافا وثقالا. كلنا عارفين الايه دي. الايه دي معناها انفروا، اطلعوا جهده، خفافا وثقالا. يعني ايه خفافا وثقالا؟ في التفسير بقى لما تقرا تستعجب. خفافا وثقالا يعني وانت مثلا، وانت معاك فلوس وانت معاكش فلوس، وانت صحيح وانت ضعيف، وانت كبير وعجوز وانت شاب، خفافا وثقالا. فاهمين؟ خفافا تدل على ان انت خف قادر تجاه، او ثقالا اول الموضوع صعب. يعني بصوا انفروا كده ولا كده. سوره التوبه كانت بتتكلم في لحظه توبه، في لحظه غزوه تبوك. الغزوه دي كانت اي كل يخرج في اي ظرف ماليش دعوه، فاهمين؟ فهي نازله عشان دي. فدلوقتي ابو طلحه بيقراها، فبيقرا انفروا خفافا وثقالا، فبيقول انا ربنا بيقول لي اخرج، انت اصلا شيخ كبير. ايوه الايه بتقول لي كده. لا هي كانت بتقول كده في ظروف تبوك. لا انا دلوقتي انا حاسس انا ربنا بيكلمني بيقول لي اخرج. قال لا انا ربي الا يستنفرني شابا وشيخا. خلاص انا شيخت وبرضه ربنا بيقولها لي، جهزوني. فقالوا له يعني انت غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات، غزوات مع ابو بكر لحد ما مات، غزوات مع عمر، انت هو في زمن عثمان. قال جهزوني. كبير 70 سنة، كبير 70 سنة، سبحان الله. فركب البحر رايحين يجاهدوا الروم، فمات في المركب. فلما وصلوا على أول جزيرة دفنوه. واحد مات وهو رايح يجاهد، في إيه غير كده؟ ده لو يعني صحت الرواية دي، في إيه غير كده؟ ما أعرفش يعني أنا في حسن خاتمة غير كده؟ تحس إن أبو طلحة ده مقفل، قفل اللعبة. صحابي عظيم، صحابي جليل، عشان كده كان لازم احكي عنه يعني. فجزاكم الله خيرا. ده مفيش حد كتب حاجه والله، جزاكم الله خيرا تاني. و انا هبص في اللي انتوا كتبتوه عشان بس، هو لحد دلوقتي مفيش اسئله فعلا شفتوا يعني. انتوا لو قريتوا تاني هتلاقوا طبعا، يعني ما بقولش انه الكلام يعني مفيش مشكله فعلا ان الناس تعلق، بس هو والله فعلا الظروف يعني. انا كان نفسي اللقاءات تبقى اطول من كده، اكتر من كده، تبقى نتقابل حاجات كده يعني، بس الحمد لله يعني. طبعا يعني الحاجة الوحيدة ممكن في حد كتب بين الوالدين والصلاة أعلى حاجتين، ده يعني أنا ما قلتش، أنا حتى ما قلتش إيه هي أعلى الحاجات، أنا قلت شوف أنت أعلى حاجة ليك، حاجة أنت تعرف تتفوق فيها. أوعى يعني، أنا أول حاجة تعملها، ودي نصيحة غالية خدتها من حد، أنت شوف أنت تقدر تبقى جامد في إيه. ده مبدئيا، لان عبادات كتير قوي واحنا عايزينك تبقى جامد في حاجه مبدئيا يعني. مجلس الصبح، مفيش مجلس الصبح، يعني انت فهمتي غلط، مفيش مجلس الصبح يعني، احنا بنبقى نصلي الفجر وننام. هو عادي انه قدم مهرها اسلامه عشان عمل كده عشانها؟ عادي، عادي. طيب دي من الحاجات لازم تفهموها وتبقى يعني ايه، نبقى فاهمين يعني. ممكن واحد في الاول يسلم عشان حاجه مش قوي، وبعد كده بيحسن اسلامه. يعني ايه؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد، وحتى هي اصلا عندنا في الاسلام حاجه اسمها المؤلفه قلوبهم، تالف قلبه، يعني ناخد فلوس نديها لواحد كافر عشان يقول الله ده الاسلام جميل والناس دي جميله وبيدوا فلوس وهو مبسوطه، وبعد كده يجي الاسلام ايه ده الدين ده ويقرا قران ايه العظمه دي، وبعد كده يشوف العباده ايه يا رب ايه الاله ده، فيبقى مسلم اللي هو ايه الحقيقي ده، فده اسمه مسلم، وبعد كده اسلامه بايه بيحسن بيتطور بيتنقى. فده اللي حصل معاه، هو اسلم، عايزين اسلم عشان اتجوزك، خلاص اسلم، خلاص انا بقيت مسلم زيكم وبوحد ربنا فعلا وده نبي. بعد شويه ابو طلحه بقى ايه بقى يقولوا نحن دون نحن، شفت؟ فما فيش مشكله، بالعكس ده انت لازم تبقى ذكي في دي، يعني لما تلاقي واحد وعايز يبدا في الطريق ده من مهارات الدعوه، هاته بس خليه يدوق، وبعد كده تقول له بقى ايه احنا عايزين نتوب من عايزين نسلم صح، هو اصلا هيقول لك بص انا بجد بقى بقيت هوية كده، سبحان الله يعني. فجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.